فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الطاعة مضاعفة مضاعف أجرها في الأشهر الحرم؟ نعم، يقول: هل الطاعات مضاعف أجرها في الأشهر الحرم؟ يحتاج إلى دليل. الأشهر الحرم يحرم فيها القتال، فقد اختلفوا هل هي باقية أو نسخت، اختلفوا في هذا، بعضهم يرى أنها منسوخة. الإسلام ليس فيه أشهر حرم، وعلى كل حال المراد تحريم القتال فيها فقط، وليس فيها فضل إلا محرم. محرم هذا فيه فضل، الدليل أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضله التاسع والعاشر عاشورا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.